الدولة العميقة أو الدولة المتجذرة، مصطلح نشأ في تسعينيات القرن الماضي، يشير إلى القوى الخفية المتحكمة في مصادر الثروة والقوة داخل الدولة. تتحكم الدولة العميقة في صنع القرار وتوجيهه عبر شبكات التأثير والضغط، وأحياناً عبر ممارسة العنف غير المشروع. تسعى للإمساك بمفاصل الدولة ونسج علاقات نفعية مع أجهزتها، المفترض التزامها بالحياد والاستقلال والنزاهة، كالإعلام والأمن والقضاء والإدارة وجهاز الاستخبارات. المصطلح نشأ في تركيا أولاً للتعبير عن شبكات مرتبطة بقادة الجيش الذين تولوا حماية علمانية الدولة بعد تأسيسها على يد مصطفى أتاتورك، ومحاربة أي حركة أو فكر أو حزب أو حكومة تهدد مبادئها، فنفذوا انقلابات على حكومات منتخبة. وبتعريف مشابه ظهر المصطلح في الولايات المتحدة بعد إنشاء الوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية. تقوم سياسة الدولة العميقة على شراء الذمم وتوزيع الامتيازات واستغلال الاستبداد والفساد لتمرير برامجها الخفية، تخويف الشعب من أبرز أدواتها، فتربط بين انفراط عقد الدولة العميقة ونشوب الفتن وتراكم المخاطر. وهذا ما حصل في دول الربيع العربي بعد الإطاحة بالأنظمة المستبدة. وقد ترتبط الدولة العميقة بجهاز معين يحتكر الدولة ويسعى إلى ديمومتها بالشكل الذي يريده، كجهاز الجيش في تركيا وأغلب الدول العربية. هل في بلدك دولة عميقة